السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا يا شباب، مشكلة انا نفسي وقعت فيها، وبصراحة ما كنتش حابب ان حد يقع فيها. يعني مش مشكلة يعني، اللي هي ايه، معضلة كده انا بقع فيها في حتة لما باجي افلتر على كذا حاجة ومش عارف ارجع ازاي للشكل الاساسي اللي هو اللي قدامنا ده. بصوا يا جماعة، ده شكل مبسط جدا في الباور بي اي. يعني بصوا، انا مثلا هقول لك انا عملت ازاي. مثلا يعني مثلا اخترت مثلا مارش، واخترت مثلا ايلين مثلا، والشكل ده كده. طب انا عايز اخرج مثلا ارجع لبره خالص، زي مثلا كلير فلتر اللي موجوده في الاكسل، لان ادوس كلير فلتر ترجع زي ما هي. فانا بعاني بقى في المشكله دي، ان انت طب ادوس انهي، طب ارجع ازاي، وهكذا. هي دي المشكله اللي انا بعاني فيها طول الوقت. فانا جبت لكم الحل ان شاء الله، والموضوع ان شاء الله هيكون سهل جدا. بصوا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. بالله عليك، بس قبل ما نبدا، يعني ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه، لان فعلا والله الواحد بيجيب حاجات فريده وحاجات تساعد في الشغل، وحاجات ان شاء الله هتفيدك كتير قوي في الشغل. بص يا شباب، الشيت ده قصدي، او البيج دي البيج اللي احنا عايزينها تفضل زي ما هي، يعني بحيث ان انا لو دخلت في اكتر من فلتر لما اجي ارجع على الشكل ده. الشكل ده حلو قوي، بيكون في فيو. في فيو في حاجه اسمها بوك مارك. البوك مارك دي ده بيقول لك انا عايز اعمل بوك مارك. شفت انت البوك مارك اللي بتكون في جوجل كروم او فايرفوكس او ايدج، ايا كان هي ايه، اللي انت بتعمل بوك مارك على صفحه، يعني انت بتعلم على صفحه، بتقول له انا عايز الصفحه دي تبقى الفيفوريت بتاعي. هو ده بالظبط اللي بنحصل، ان انت بتقول انا عايز الصفحه دي تبقى الفيفوريت بتاعتي، مهما كان اللي انا اعمله، لما اجي ادوس على البوك مارك يرجعني على الصفحه دي. هو ده. فبيقول لك انت دوست على البوك مارك، تعال بس يعني نقلل دي كده شويه، اقول له اد، ونكتب مثلا البوك مارك هنا مثلا، وليكن تبقى هوم، يعني هوم، تمام، بس كده. وبمجرد مثلا دي كده، ده الشكل بتاع الهوم. يعني بمجرد ما انا ادوس على دي واعمل شهر مايو، طب انا عايز ارجع مثلا، او شهر مثلا ابريل مثلا، طب انا عايز ارجع مش عارف ارجع، اروح دايس على هوم دي كده، تروح مرجعين. الموضوع بقى جامد جدا، يعني كده بقى اسهل بكتير قوي. طب انا دلوقتي يعني، ما انا مش كل شويه هقعد ادوس على البوك مارك، يعني مش كل شويه اقعد ادوس على البوك مارك عشان يفتح لي واعمل كذا. طب احنا ممكن بقى نربطها بصوره وتبقى الصوره حلوه. بص يا شباب، انا هقلل بس الشكل ده كده، الصغنون ده كده، نقلله كده شويه كده، حلوين كده. وانا كده كنت منزل صوره، هقول لكم دلوقتي فين اهي. هنا هنعمل كده كلمه انسرت ايمج ايمج ايمج، فين ايمج ايمج ايمج، اهي، وتبقى الصوره بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. ونقلل الصوره كده خالص، اهي تبقى بالمنظر الجميل ده كده اهي، ونخليها كده، تمام، بالمنظر الجميل ده. فانا دلوقتي عايز اربط الصوره بالبوك مارك، يعني عايز اربط الصوره بالبوك مارك. دلوقتي احنا دلوقتي لو جينا وقفنا على الصوره، دوسنا كده على الصوره كده، هنلاقي في حاجه ظهرت لنا. بص اهي، نقلل بس كده كل حاجه ده كده. انا كده بس نخرج بس كده بره خالص اهي. بمجرد ما ادوس على الصوره كده هيبتدي يظهر لي، يفتح لي كده شكل اهو، بيقول لي في حاجه اسمها اكشن. نفتح الاكشن دي كده وندوس عليها اون، بيقول لي الاكشن انت عايز تعمل باك، يعني ترجعها لورا، ولا بوك مارك، ولا بيج نافيجيشن اللي انت تنقل من بيج لبيج، ولا كيو اند اي، ولا ويب يو ار ال، ولا ابلاي اولس. بص يعني تعمل حاجات كتير قوي. فانا اللي انا هقول له اختار ايه، انا اختار بوك مارك. فبيقول لي بقى بص انا عامل بوك مارك اللي هي هوم، فممكن لو في اكتر من واحده هتفتح لي هنا. لما تيجي تدوس على هنا كده قال لي في نون وفي هوم. طب لو كنت عامل اكتر من واحده كانت هتظهر لي، فانا اقول له لا هوم، تمام. ونروح قافلين دي كده، ونروح خارجين لبره كده، ونروح رايحين على قائمه فيو، ونلغي البوك مارك عشان يبقى ياخد مساحه. وبالظبط لما تيجي تدوس على ايرن دي كده، على ايرن اهي، ونيجي تدوس مثلا على فر على ابريل، تمام، وبعد كده نروح دايسين عليها، مش هيحصل حاجه. عارفين ليه مش هيحصل حاجه؟ لان انت عشان تفتحها او تفعل الفكره دي لازم تدوس كنترول. دوس كده كنترول وكليك شمال اهو، كل حاجه رجعت زي ما كانت. طب نجربها تاني، ان نختار مثلا على مارش، ونختار مثلا ويليام ده مثلا. فكده احنا دخلنا في فلترين. بمجرد ما ادوس على كنترول وادوس على كلمه، وادوس على كليك شمال اهي، رجعتنا الاول تاني. بس كده يا شباب، اتمنى ان التول دي او الفيتشر دي تكون عجبتكم. بجد بجد حركه حلوه جدا انا اتعلمتها في الباور بي اي، اتمنى ان هي تكون فادتكم. ويعني بجد والله اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا كتير يا جماعه من فيديوهاتي، وشكرا جدا ليكم. وكان معكم محمد تحسين، ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناه.
لايك واشترك معانا في القناة، ولو عايز اي حاجة اكتبها لي في الكومنت وان شاء الله اشرحها. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.